السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الثالثة من 218، والبداية بأبرز العناوين. عقيلة صالح يطرح 4 نقاط للتوافق. هجوم لداعش على حقل 47 وحرس المنشآت بالمرصاد. ومؤسسة النفط تتعهد بالعمل مع الحكومة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تتوارد أنباء حول نية المجلس الرئاسي التوجه يوم الغد إلى طبرق لحضور الجلسة المقررة للنظر في حكومة الوفاق. يأتي هذا فيما حدد رئيس مجلس النواب عقيل صالح 4 نقاط اعتبرها شروطا للموافقة على الذهاب مع خيار حكومة التوافق. أما المبعوث الأممي مارتن كوبلر فقد ذكر في تغريدة له اليوم بأن مجلس النواب يبقى الجهة الشرعية الوحيدة للمصادقة على حكومة الوفاق، حاثا النواب على الإسراع في انعقاد الجلسة والتصويت على الحكومة. شروط 4 كي نقبل، هذا ما يمكن تلخيصه من أول ظهور لرئيس البرلمان عقيل صالح بعد وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس. يجب حضور مجلس الرئاسة بكامل أعضائه كما طلبنا سابقا إلى مقر مجلس النواب ليعلنوا الالتزام بالوفاق وبما تضمنه من أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة. تركزت أبرز اعتراضات المستشار حول الموضوع الأمني وسيادة مؤسسات الدولة مقابل الكتائب المسلحة التي تؤمن المجلس الرئاسي. لا يجوز أن تعمل الحكومة تحت حماية الميليشيات المسلحة بطرابلس، بل يجب أن تعمل في مكان آمن تحت حماية الجيش وأجهزة الأمن حتى تخلى العاصمة من الميليشيات المسلحة. عقيل الذي كان 3 في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لمعرقلي التوافق لم تقتصر رسائله على الداخل الليبي فقط، بل وجه حديثا قوي اللهجة إلى المجتمع الدولي. كما أن التهديد والتلويح بالعقوبات، نقول أنه ليس لدي رصيد أخاف عليه سوى رصيدي الحقيقي هو ما قدمته لوطني وللشعب الليبي، فهو رأس المال الحقيقي لا تساويه أموال الدنيا كلها. وفي انتظار جلسة النواب التي لم تعقد لأسابيع، تظل أزمة التوافق تراوح بين شروط يراها البعض صعبة، فيما ينظر إليها آخرون بأنها مخرج ينتظره الجميع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس النواب الدكتور أبو بكر بعيرة. أهلا ومرحبا بك دكتور أبو بكر. أولا دعني أبدأ معك بمدى أهمية وأيضا إمكانية انعقاد الجلسة القادمة لمجلس النواب في ظل الفشل السابق بدعوى عدم اكتمال النصاب، أيضا وفي ظل اكتمال ودخول حكومة الوفاق إلى طرابلس. أحييك وحيي المشاهدين الكرام. من تقديري للموقف هنا في طبرق، أعتقد شبه جازم بأنه لن تكون هناك جلسة للبرلمان غدا، لأن الأعضاء المتواجدين هنا عددهم قليل جدا، هناك أطراف أخرى موجودة خارج ليبيا وخارج طبرق، وبالتالي لا أتوقع أن تكون هناك جلسة يوم غد. طيب، يعني بذكرك للأعداد، تقريبا كم هي الأعداد المتواجدة الآن من أعضاء مجلس النواب لإمكانية انعقاد الجلسة؟ الأعداد المتواجدة كالعادة من 30 إلى 40 عضو حتى الآن، هذول المتواجدين لا يمثلون نصابا، وبالتالي سوف يكون من الصعب جدا عقد الجلسة. الخلافات الأساسية القائمة بين النواب لا تزال موجودة. طيب، يعني في ظل توارد الأنباء حول نية المجلس الرئاسي التوجه إلى طبرق يوم الغد، بالتزامن أيضا مع دعوة رئيس المجلس عقيل صالح إلى أعضاء الرئاسي بالتواجد داخل قبة البرلمان لمنح الثقة، كيف يمكن التوفيق في هذه الدعوة وعدم اكتمال النصاب وعدم انعقاد الجلسة كما تذكر؟ لا أتوقع أن يحضر المجلس الرئاسي غدا، لأن القضية فيها خلافات كثيرة، واحتاج على الاقل الى اسبوع او اسبوعين لتهيئه الامور نفسيه النواب للحضور الى الاجتماع. دعوه هكذا على السريع، لا اعتقد ان العدد الكافي من النواب سوف يمكن من التواجد في طبرق لعقد الجلسه،
2 من نواب الرئيس متواجدين في تونس او خارج منطقه البرلمان. كما قلت لحضرتك لابد من اعداد نوع من الجهد الاعلامي الذي يؤكد للنواب ان هناك عدد كبير سيتواجد بحيث يتم عقد جلسه. لا تزال الخلافات قائمه للاسف ولابد من العمل على حلها. نعم. طيب دكتور، هل من الممكن ان يؤثر الحراك السياسي غير المسبوق، نتحدث دوليا وأيضا محليا داخل ليبيا بدعم حكومة الوفاق على ممارسة مهامها، هل ممكن أن يؤثر هذا الحراك على المواقف المبينة للمعارضين لحكومة الوفاق في هذا الإطار؟ أعتقد المجتمع الدولي وخلفه المجلس الرئاسي دخلوا في ربكة ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا فيها. وهذه عملية إجرائية قانونية ودستورية يجب أن تمر من خلال جلسات مجلس النواب. هناك طرفان، طرف بما فيه رئيس البرلمان يرى تعطيل هذه الامور بعض الشيء الى ان يتم التوافق على بعض القضايا خاصه فيما يتعلق بالقوات المسلحه والاشكالات المثاره حولها، وطرف اخر يرى انه وقع ورقه خارج خطبه البرلمان يتمسك بها ويذهب وراء المجلس الرئاسي سواء في تونس او في طرابلس. لابد من التوافق بين هذين الطرفين وايجاد اليه. نواب الرئيس يجب ان يرجع الى مقر البرلمان. لابد ان يكون هناك نوع من الاداء الاداري القوي لرئيس البرلمان حتى يتم اقناع الاعضاء بالرجوع. نعم. نعم، اشكرك جزيلا، كنت معي عبر الهاتف عضو مجلس النواب الدكتور ابو بكر بعيره، شكرا جزيلا لك. دعا مجلس الأمن إلى عدم التواصل الرسمي مع أي جهة خارج إطار حكومة الوفاق. المبعوث الأممي مارتن كوبلر قال إن مجلس الأمن جدد دعوة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تقديم الدعم والتواصل الرسمي مع المؤسسات الموازية في ليبيا التي تدعي الشرعية خارج نطاق الاتفاق السياسي. وأضاف كوبلر أن مجلس الأمن يدعو الليبيين إلى التحلي بروح المصالحة في تنفيذ الاتفاق السياسي وأن يمتنعوا عن كل ما من شأنه عرقلة هذه المرحلة المهمة. قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن بلاده جاهزة لمد يد العون إلى ليبيا. وفي تصريحات من العاصمة الأمريكية واشنطن أضاف رينزي: نحن من يقدم أكبر قدر من المساعدة بين الجميع، كما أننا على استعداد للقيام بذلك من ناحية الدعم الاجتماعي والتعاون الدولي، لكن هذا لا يعني أن نستيقظ صباح أحد الأيام للذهاب للقصف في إشارة لاستبعاد أي تدخل عسكري في ليبيا كما تداولت مؤخرا وسائل إعلام محلية وأوروبية. رينزي وفي تغريدة له على تويتر قال: نحن جميعا نؤيد حكومة السراج التي وصلت إلى طرابلس الغرب أخيرا، مرفقا بالتغريدة صورة جمعته بالسراج خلال أول زيارة للأخير إلى العاصمة روما. وصف عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني سياسات بلاده في ليبيا بالكارثية. ستيفن جيدنز في لقاء مع صحيفة ذا جارديان قال إن بريطانيا أنفقت على الحملة العسكرية بليبيا 13 ضعف ما تم إنفاقه على المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار. جيدنز طالب حكومة ديفيد كاميرون بتوفير مساعدات إنسانية كافية إلى ليبيا لتخفيف معاناة الليبيين الذين يدفعون الثمن الأكبر، مبديا قلقه العميق من وقوع كارثة إنسانية داخل ليبيا. منذ دخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس توالت العديد من التصريحات الدولية، وعبرت العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن تضامنها ودعمها للمجلس الرئاسي. رحب المجتمع الدولي بدخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس التي اعتبرها خطوة جريئة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انقسامات سياسية كبيرة، وتوالت ردود فعل المجتمع الدولي. الأمانة العامة للاتحاد المغربي العربي رحبت ووعدت بتقديم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي، فيما اعتبر الاتحاد الأفريقي دخول الرئاسة للعاصمة خطوة نحو الطريق الصحيح. الاتحاد الأوروبي من جهته اعتبرها فرصة وحيدة للاتحاد والمصالحة، وأكدت الولايات المتحدة دعمها للمجلس الرئاسي، واعتبرت دخول المجلس الرئاسي ومباشرة عمله من العاصمة طرابلس خطوة في الطريق الصحيح. وذهب مجلس الأمن الدولي إلى أبعد من مجرد الترحيب، ودعا إلى التوقف عن التعاطي مع أي جهة موازية حسب وصفه.
في موقف مشابه اعتبرت الأمم المتحدة هذا التطور خطوة هامة على صعيد الانتقال الديمقراطي في ليبيا، فيما وعدت فرنسا حكومة الوحدة بدعمها الكامل في التصدي للتحديات التي تواجهها، أولها وأهمه الحاجة الملحة لوقف تقدم تنظيم داعش. في الموقف البريطاني استعداد للاستجابة لطلبات حكومة الوفاق وتقديم الدعم والمساندة. الارتياح كان السمة الغالبة على الموقف الإيطالي الذي اعتبر هذه التطورات خطوة نحو الاستقرار. ألمانيا اعتبرت قيام المجلس الرئاسي بنقل مقره إلى طرابلس خطوة هامة على طريق إعادة نظام الدولة على كامل الأراضي الليبية. الدول العربية هي أيضا رحبت بهذه الخطوة في مواقف مختلفة داعمة للمجلس الرئاسي الذي سيؤمن الأمن والاستقرار للبلاد من وجهة نظرها. إذن دعم دولي كامل للمجلس الرئاسي لم يسبق أن تحصل عليه أي من الحكومات التي توالت على ليبيا، ولم يبقى إلا أن يثبت المجلس قدرته في التغلب على العديد من التحديات التي ينتظر حلحلتها. طرابلس تستبشر خيرا بوصول الرئاسي إليها، ويعبر سكانها عن رأيهم ومطالبهم تجاه الحكومة المنتظرة. نتابع. هذه طرابلس التي تعرفونها، وهؤلاء هم أهلها من الليبيين المحبين للحرية والنظام وسلطة الدولة. وقد رأوا بصيص أمل في دخول المجلس الرئاسي إلى المدينة، فخرجوا بعفوية معبرين عن تأييدهم وفرحهم وأملهم في هذا القادم. إنها بداية تشي بقرب انحسار ليل الفوضى، وبأنه لم يذهب هباء نضال العشرات الذين فقدوا حيواتهم من أجل سيادة الأمن والقانون وإنهاء حكم الميليشيات. مثل الغزالة الطرابلسية انتصار الحصائري، ومثيلاتها البنغازية سلوى بوغاييس، وآخرهم كان نسيم الدالي الذي قضى دفاعا عن دخول الرئاسي إلى طرابلس. لم يمنع الظرف الأمني هؤلاء البسطاء من الخروج والتعبير عن تأييدهم لهذا القادم الذي يأملون أن يعيد إليهم أمنهم وكرامتهم، وهم يهتفون هنا للوطن وليس لجماعة أو شخص. لقد رأينا قيامهم بنزع مظاهر العنف والفوضى الذي ساد حياتهم ونغص عليهم عيشهم، فهذا عميد بلدية يقول: نسأل الله التوفيق وأن يعم الأمن والأمان لكل الأهالي، وخاصة أن اليوم نشعر في طرابلس كلها فرحة وكلها في الساحات وتعبر عن فرحتها لقدوم الحكومة، ونسأل الله التوفيق للجميع، وأن يكون وهنا وصل رسالة لقناتكم الموقرة والجميع القنوات الإعلامية بضرورة الخطاب المعتدل، الخطاب الداعم للحكومة، الخطاب اللي يلم كافة الليبيين على كلمة سواء. وهذا صوت مواطن: احنا ننبت اي خطوة فيها سلاح، فيها حرق، فيها دم، فيها تار، هذا الذي هكي ماهوش منا. احنا اهم شيء نبنوا دولة، نديروا قاعدة لدولتنا، لأولادنا، لصغارنا. احنا نبوا فك الميليشيات اول شيء، معلش احنا ميليشيات ليش تزعلوا منها؟ احنا ما نبوا شيء، انت تحب بلادك وتاير وتفضل خش لإدارة التدريب للشرطة أو للجيش وتدرب، خذ رقم عسكري وشد سلاح واحمي ليبيا وتاير. علاش نبي علاش كلمة ميليشيات تتحسن منها؟ لقد قطع هذا الرجل بكلماته البسيطة قول كل ميليشياوي أو قول من يدعون حرصهم على الثورة بحسب فهمهم لها، ممن أتت بهم الظروف ليقرروا مصائر العباد والوطن. هذا وتستمر اجتماعات المجلس الرئاسي في طرابلس، حيث ناقش المجلس تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري مع عدد من أعضاء البرلمان الموجودين بالعاصمة، فيما التقى عددا من مجالس الحكماء والشورى. في لقاءات لا تنتهي اجتمع المجلس الرئاسي مع أعضاء مجلس النواب الموجودين بطرابلس مناقشا معهم اجتماع البرلمان لنيل حكومته الثقة. احنا مطالبين من خلال مجلس النواب ان نوجد افضل الحلول وافضل السبل حتى يلتئم مجلس النواب بكامل اعضائه ويقوم بكل الاستحقاقات اللازمه، زي ما قلنا منها اعطاء الثقه من داخل البرلمان، زيد على ذلك التعديل الدستوري الذي يجب ان يضمن دخل اعلان دستوري في مدينه طرابلس. ليباشر المجلس بعد ذلك اجتماعه مع مجموعه من مجالس الحكماء والشورى من مناطق مختلفه في ليبيا.
إننا نؤكد على التصالح والتسامح، ونطالب جميع الليبيين والوطنيين في شرقنا الحبيب وجنوبنا الغالي لمؤازرة الاستحقاق ودعم الوفاق. وفي ذات السياق توالت ردود الأفعال المؤيدة لدخول المجلس لطرابلس، ليعلن المجلس البلدي بباطن الجبل ترحيبه بالرئاسي، ووافقه في ذلك مجلس حكماء الحوامد والمجلس العسكري بها. يبدو سير الأحداث سريعة، وتتلاحق اجتماعات المجلس وبيانات المؤيدين له، فيما يظل موقف المعارضين لدخوله العاصمة ضبابيا، ما يبعث تفاؤلا مشوبا بقلق مستمر حول ما سيجري بقادم الأيام. رحب مصرف ليبيا المركزي في بيان له بأعضاء المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وجاء في البيان بأن المصرف يتمنى النجاح في هذه المهمة الصعبة، وأن تكون المرحلة القادمة بداية لإنهاء الانقسام وجمع أبناء الوطن تحت راية القانون. كما دعا البيان الليبيين إلى التكاتف والتعاون ووقف الاقتتال وتفعيل عجلة الاقتصاد من خلال البدء الفوري بإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز وتحصيل الموارد السيادية، فيما أشار المصرف في بيانه إلى عمله خلال فترة الاستثنائية للبقاء متماسكا والتأكيد على المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد. توالت ردود الفعل في أغلب المدن الليبية حول دخول المجلس الرئاسي لطرابلس، حيث أعلنت معظم بلديات الجنوب تأييدها لممارسة المجلس الرئاسي مهامه، معتبرينها خطوة مهمة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. ضوء في نهاية النفق، هكذا بدت صورة حكومة الوفاق لدى بلديات الجنوب. فاتحاد بلديات المنطقة الجنوبية شاملا 14 بلدية أعلنت تأييدها للمجلس الرئاسي في خطوة هدفت للخروج من النفق المظلم بسبب الانشقاق السياسي الذي عم البلاد. حاضرة الجنوب الليبي سبها اختارت أن تتحد حول حكومة الوحدة أملا في لملمة جراحها التي عجزت الحكومات السابقة في مداواتها، وكان صوتها القوي على في وضح النهار أن لا حكومات أخرى بعد اليوم إلا حكومة الوفاق الوطني التي تمخضت عن الاتفاق السياسي في صخرات. ندعو المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في مباشرة عملها من أجل إنهاء معاناة الوطن وتوحيد صفوفه. تلك البلديات التي طالما اشتكت من النقص في الخدمات لبعدها الجغرافي عن مراكز صنع القرار وتجاهل حكام ليبيا الجدد لها وانشغالهم بالصراع السياسي الذي دفع البلاد نحو شفير الهاوية، لا ترى للوحدة بديلا ولا تناهض الاتفاق السياسي الذي أبرم أمام أعين العالم. احنا ماذا بينا، احنا يكفينا التشتت، يكفينا انقسام، يكفي يعني ليبيا مش مستحمل اكثر من هيك، يا رب ان احنا معها، هذا الواقع وهذا الحقيقة، يعني يكفي 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 انقسام لليبيا. غياب الامن وصراعات بين الاهالي وتردي قطاعي الصحة والتعليم وكذلك الخبز والماء والكهرباء ونقص السيولة النقدية. نحن في ازمة، قاعدين تعبانين والله، كلها تعبانة، الناس تعيط قاعد. شوف البلاد يا أخي، الناس اللي ماسكة فوق خليها تشوف لوطة شوية يا أخي، خليها تشوف لوطة وتشوف هالشعب مسكين تعبان، قاعد تعبان، مش حتى سيولة، ما في شيء، ما في البلاد الخبزة واصلة 3 دينار. هي أهم الملفات التي يأمل السكان أن تقوم الحكومة الجديدة بمعالجتها بشكل سريع وفعال. عاد الهدوء إلى حقلي البيضة وتبستي والنفطيين بالقرب من قارة جنم 50 كيلومترا غرب بلدية مردة اليوم الأحد بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي. وقال مصدر عسكري في سرية مرادة المقاتلة التابعة لقوات الجيش إن الاشتباكات مع عناصر تنظيم داعش استمرت ليلة البارحة حتى الساعة 3 من الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد. وأوضح المصدر بأنه تم طرد العناصر الإرهابية إلى خارج حدود المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن أفراد السرية تمكنوا من تمشيط المنطقة بالكامل. داعش يضرب ثانية، هذه المرة في حقل 47 التابع لشركة الخليج النفطية بالقرب من واحة مرادة. ووفق مصدر عسكري فإن التنظيم هاجم بقوة مكونة من 15 سيارة، واجهتها سرية مرادة المقاتلة التابعة للجيش الوطني، ما نتج عنه مقتل 5 من السرية وجرح 6 آخرين.
هذا الهجوم يأتي في وقت تعهد فيه حرس المنشآت بإعادة فتح الحقول النفطية ووضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق، ويعلنان عن استعداد عمل الجهاز تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني وبشكل فوري، متعهدين للشعب الليبي بحماية مكتسباته من الإرهابيين والمغتصبين للسلطة. وفي ذات السياق أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عملها على إنهاء الانقسام، وأملها بعد إعلان الحرس أن تتمكن المؤسسة من تحقيق انتعاش للاقتصاد. عوامل عديدة تضع المراقبة للاقتصاد الليبي في حيرة شديدة مع تقلب السوق العالمية والتوتر الأمني في البلاد، ما يثير القلق حيال استطاعة حرس المنشآت تنفيذ وعوده، وهذه المرة ليس بسبب خلاف سياسي، وإنما بسبب خطر التنظيم الذي يتغذى على انقسام الليبيين. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية ولصيان فترة الانقسامات والتنحرات. ونقلت رويترز عن مصطفى صنعلا رئيس المؤسسة بأنه مع إعلان حرس المنشآت النفطية عن نيته إعادة فتح موانئ التصدير التي كان يغلقها، فإنه يأمل أن تتمكن المؤسسة وموارد البلاد النفطية من توفير منصة ثابتة يمكن أن تكون أساسا لتحقيق الانتعاش في البلاد. تماما كما تتأرجح هذه الحفارات الضخمة لاستخراجه ذهبا وعودة، يتقلب سعر النفط مسجلا انخفاضا جديدا بعد ارتفاعه الأشهر الماضية، فتهاوت الأسعار في الأسواق العالمية إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، والسبب اشتراط السعودية توافقا من الدول المصدرة للنفط حول تخفيض الإنتاج كي تفعل المثل. هذه التصريحات جاءت على لسان ولي العهد محمد بن سلمان، الذي أشار أيضا إلى أن إيران لن تحضر اجتماع الدوحة المقرر في 17 من الشهر الجاري لمناقشة إمكانية تجميد إنتاج النفط بين أكبر الدول المصدرة للخام عالميا. أما ليبيا فسبقت ذلك بإعلان أكدت فيه أنها لن تجمد إنتاجها، وأنها ستسعى لاستعادة معدلاتها السابقة عندما يسمح الوضع بذلك. يأتي ذلك في وقت يسعى فيه المجلس الرئاسي بطرابلس إلى لم شتات المؤسسات السيادية في ليبيا، ومن بينها المؤسسة الوطنية للنفط. اضطراب الأسعار قد يربك الاقتصاد الليبي، وبالتأكيد سيكون له تأثيره الواضح على الوضع السياسي، ما يخلق حالة من الترقب تجاه نتائج هذا التقلب الذي لا ينتهي. قال عضو مجلس الدولة أبو القاسم إكزيت ل218 إن أعضاء المجلس دعوا لانعقاد أول جلسة رسمية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل. إكزيت أكد بأن الجلسة التي لم يحدد بعد مكان انعقادها ستعقد بناء على دعوة من عبد الرحمن الشاطر الذي سيترأسها لكونه أكبر الأعضاء سنا. وكان الشاطر قد قال إن الاجتماع سيضم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية عند توقيع الاتفاق السياسي. تحت عنوان تداعيات المشهد السياسي على السلم والأمن الاجتماعي، عقد المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير ندوة حوارية بمقر نادي الجالية الليبية بالقاهرة. الندوة ناقشت عدة موضوعات أبرزها مجلس رئاسة حكومة الوفاق بين الواقع والتحديات، وتأثير الإعلام وحقوق الإنسان على المشهد السياسي، والترابط والسلم الاجتماعي. وحضر الندوة عدد من السياسيين والمهتمين الليبيين وعدد من الصحفيين العرب، وجاءت في إطار برنامج المركز لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية من خلال حلقات نقاش حوارية بين الآراء السياسية المختلفة. تداولت مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشار أفراد من قوات رئاسة الأركان أمام دار الإفتاء في طرابلس، ولم ترد بعد أي تفاصيل عن ذلك. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها أيضا مصارف سبها التجارية تقفل أبوابها لنقص السيولة. عقيلة صالح يطرح 4 نقاط للتوافق.
هجوم لداعش على حقل 47 وحرس المنشآت بالمرصاد. ومؤسسة النفط تتعهد بالعمل مع الحكومة. أهلا بكم من جديد. تعاني المصارف التجارية في سبها من نقص حاد في السيولة النقدية، حيث أغلقت عدد منها أبوابها، وأرجع القائمون على المصارف ذلك إلى عدم إيداع الأموال في المصارف. عند زيارتك لأحد المصارف في المدينة هذه الأيام لن تجد سوى الانتظار وكثرة السؤال، والإجابة ستكون واحدة: مفيش سيولة. ستسمعها تكرارا ومرارا، فلا شيء سيقدمه موظف المصرف سوى تلك العبارة لتزيد معاناة المواطن ويطول انتظاره لحاضر غائب. شبه خالية هي صالة المصرف إلا من المترددين والآملين والمنتظرين في مودع أموال وحامل مدخرات، لكن هذا الأخير لا يخفي ضعف ثقته وانزعاجه من أداء المصرف، ما يعيق الدور الافتراضي للأموال ويدفع بأصحابها إلى سحبها من خزائن المصارف. أكيد تتجه المكتب الخارجي لأنه بيسلم يومي القيمة اللي بتعطيها له، بيعطيها يومي، لكن بالنسبة للمصرف القيمة اللي تحطها ما تلقاهاش، ما توصلش. يعني عندنا مبالغ تو في المصارف في صدد ان نطلعوا فيه برا من المصرف بسبب النسبة اللي ما يسلمش غادي. يعني كان الشركة قبل تودع في رقم معين، تو ما عاد يوصل غادي، فمضطرين انهم يطلعوه. لكن اللي يحل الموضوع هذا كله ان المصارف تتفق مع بعضها، تودع احنا نقدي، يستلم غادي نقدي، يكون الموضوع حال، المواطنين يكون عندهم سيوله والمصارف تتحرك. لكن من غير الطريقه هذه حتبدا ديما في نفس المشكله نبدا نعاني منها. في مكان ليس ببعيد لن يختلف المشهد، فازدحام امام باب مصرف هنا وباب مغلق لمصرف هناك في صوره تعكس الى اي مدى وصلت الازمه الاقتصاديه في البلاد والضحيه المواطن البسيط. في الواقع هي الأزمة اللي عندنا مش اقتصادية ولا مالية، الأزمة الحقيقية اللي عندنا هي عدم استقرار سياسي وعدم استقرار أمني. شنو أدى هذا؟ أدى لتعثر الأعمال، أعمال الحكومات التنفيذية من ضمنها قطاع وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها. هذا شنو تداعياته؟ تداعياته عدم وجود السيولة في المصارف، ارتفاع المستوى غير مبرر للأسعار غيرها. شنو السبب هذا بشكل مباشر؟ السبب بشكل مباشر السياسات اللي اتخذها المصرف المركزي، منع الجمهور من تناول العملة الصعبة، فتح اعتمادات لتجار معينين، انشأ عنده وجود سوق موازي. وتظل الآمال معقودة وفق المعطيات على الأوضاع السياسية، والتي بدورها إما ستحسن من الوضع الأمني في البلاد وإما ستزيده سوءا، لكن السؤال متى سيكون ذلك؟ وليد بكاكو، 218 سبها. نظمت الشركة العامة للخدمات بالواحات بقاعة المركز الثقافي جالو حلقة نقاش حول القمامة ومدى فاعلية البيئة المحلية لمكافحتها بحضور مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة على مستوى مناطق الواحات. للنفايات في ليبيا قصة قديمة استمرت فصولها في شوارع المدن وعلى أرصفتها طوال السنوات الخمس الماضية، ليصبح المشهد الأكثر ألفة للمواطنين الذين لا يجدون مستقرا لشكاويهم سوى أدراج المسؤولين المغلقة. عارفين أن القمامة أو المخلفات البشرية هي نتيجة نشاط اقتصادي يمارس في المنازل وفي المحلات الخدمية أو القطاعات الحكومية أو المصانع أو المزارع وغيرها. فحاولنا بقدر الإمكان أن يكون دور مؤسسات المجتمع المدني هو التوعية والإرشاد. ويبدو أن غياب الوعي البيئي لدى الليبيين مضافا إلى القصور الرسمي والمدني دفع بالشركة العامة للخدمات بالواحات إلى محاولة اجتراح المعجزة، حتى وإن كانت البداية بحلقة نقاش ومسابقة لاختيار الفكرة الأكثر واقعية.
الشركة العامة لخدمة نظافة الواحات تنظم حلقة نقاش حول موضوع القمامة ومصطلح القمامة وكيفية التخلص منه وكيفية البحث في توعية المجتمع المحلي لمكافحة هذا المصطلح. حلقة النقاش تنظمها الشركة وتشرف عليها الشركة العامة لخدمة نظافة الواحات. قضية اللي كنا نناقش فيها هذا اليوم عن كيفية التخلص من القمامة وكيفية معالجتها سنرفع بإذن الله على هذه التوصيات للشركات العامة للنظافة ومن ثم ترتفع إلى جهات الاقتصاد في داخل هذه الدولة وبإذن الله نشهد في الفترات القادمة تطبيق هذه الأشياء بشكل جيد والقضاء على القمامة. وتحتاج القمامة المنزلية والتجارية لعملية جمع ونقل وتخلص مرحلي قبل التخلص منها نهائيا بالدفن أو بالتدوير، وهي عمليات ما يزال القطاع الخدمي الحكومي في ليبيا متخلفا إزاءها. قامت إدارة المعهد العالي للمهن الشاملة الواحات بمدينة جلو بافتتاح المقر الإداري الجديد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة له. وقال مدير المعهد شبالي شحات إن عملية الصيانة استهدفت المكاتب الإدارية والمالية والإدارة العامة بعد أن تعرضت خلال العام الماضي للحرق من قبل مجهولين. وقد حضر الافتتاح عدد من أعضاء هيئة التدريس وأعياد المدينة الذين أثنوا على الجهود المبذولة من أجل سير العملية التعليمية داخل المدينة. الآن أعيد ترميم وصيانة هذا المقر الإداري الجديد. في هذه المناسبة نحب أن أحيي جهود كل العاملين والأخ المدير على جهودهم الحثيثة من أجل رفع الكفاءة وتوصيل المعلومة العلمية لأبنائنا طلبة الواحات من أجل تخريج دفعات جديدة من المركز العالي للمهن الشاملة. تم افتتاح هذا المقر اللي هو خاص بمعهد العالي للمهن الشاملة للواحات، وهو مقر إداري بسيط يتكون من 4 مكاتب و5 بما فيه المكتب. نظمت جمعية لآلئ جلو الخيرية دورة في مجال التنمية البشرية تحت عنوان سلوكيات المرأة المسلمة. وقالت مديرة الجمعية سلمى فنوش إن الدورة تهدف إلى نشر الوعي والثقافة بين النساء بمدينة جلو، مشيرة إلى أن الندوة تستمر لمدة 4 أيام في الفترة المسائية. نحن جمعية لآلئ مقيمين بندوة للدكتور عبد القادر عوض عامر. طبعا الندوات والثقافيات هذه من أهداف الجمعية، ونحن نتمنى من أخوات الحضور، لأن كل ما يكون الحضور أكثر كل ما تكون يعني عندنا ثقافة أكثر، ونتمنى من جميع النساء في المناطق أن يحضرن الدورات هذين، لأن هذين مهمات للمرأة بالذات. يعني أهدافها والله هي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين يعني زيد الثقافة في المرأة المسلمة. هذه نشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفصل. مدينة هون تواصل فعاليات برنامج الريادة في إدارة المشاريع. عقيلة صالح يطرح 4 نقاط للتوافق. هجوم لداعش على حقل 47 وحرس المنشآت بالمرصاد. ومؤسسة النفط تتعهد بالعمل مع الحكومة. مجددا أهلا بكم. بتنظيم من مؤسسة أفاق للتنمية البشرية تتواصل في مدينة هون فعاليات برنامج الريادة في إدارة المشاريع الصغرى والمتوسطة. القاعة الرئيسة بمقر مؤسسة فسائل الخير التي تحتضن البرنامج تشهد مشاركة واسعة من المهتمين بهذا المجال الذين أكدوا أنهم ومن خلال هذه الملتقيات عازمون على تحقيق التنمية البشرية بالمدينة التي لم تولها السلطات الرسمية أي اهتمام منذ فبراير 2011. منظمة أفاق للتنمية البشرية هي منظمة غير ربحية، هدفها بالأساس المساهمة في تطوير العنصر البشري أو رأس المال البشري الليبي، بالتعاون مع واحدة من واحدة شركات التدريب الرائدة في السوق الليبي، هي شركة ليبتس للاستشارات للتدريب والاستشارات. البرنامج بشكل مختصر هو
طبعا يركز على المبادرين اصحاب الافكار لمشاريع جديده، وبالتالي احنا بنقدوه وبنعلموها وبنوروه كيف يترجم الفكره الى مشروع ناجح، ويمر بمشوار المشروع من الفكره الى يترجمها الى فرصه، وبعدين يدخل على دراسه الجدوى الاقتصاديه الى 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 كيف يدير يحدد او يخلق نموذج عمل لمشروعه، وبعدين كيف يحدد الاستراتيجيه اللي بيخش بها للسوق وينافس المنافسين، وبعدين الفترة المرحلة الأخرى اللي هي كيف يدير خطة عمل لمشروعه، وهكذا تكون انتهت دراسة المشروع. بعدين حنعطوه جزء من المهارات الإدارية اللي حتساعده في إدارة هذا المشروع. وطبعا لو جي في النهاية ليش هذا كله، هو خلق تنمية مكانية في بداية به إن شاء الله بالمناطق الثانية، هو يعني احنا تشجيع الشباب حتى غير الشباب يعني كيف يخلقوا مشروعات اللي باها نقدر نخلق تنمية ونمو اقتصادي مكاني في مناطق متعددة في ليبيا. اليوم أول يوم في محاضرة ريادة في إدارة المشروعات الكبرى والصغرى اللي تقوم بها منظمة آفاق. طبعا هذه المحاضرة أول أعمال المنظمة في مدينة هون. طبعا ما نقدرش نحكم عليها المحاضرة ونقول لك إنها قد استفدت منها ياسر والله شوية، لأن أول يوم، بس كمنظور أول للمحاضرة الاستفادة إن شاء الله حتكون منها كبيرة. وإني مشاركت في المحاضرة هذه عندي بعض المشاريع الصغرى، ما نقولكش كبرى إن شاء الله تولي كبرى، المشاريع الصغرى اللي نحب نديرها في مدينتي هون ويستفيدوا منها الناس أكثر من نستفيد منها هنا ربحيا، وإن شاء الله يوفقنا الله بلي نقدر عليه. عادت الحياة إلى مشروع الصحابية الزراعي غرب مدينة جلو بمسافة 40 كيلومترا بعد توقف لفترة جراء سرقة أسلاك الكهرباء الخاصة بالمشروع وكثرة الصعوبات والعراقيل التي واجهت الإدارة في أداء أعمالها. فالحياة كانت قد وقفت بالمشروع جراء سرقة أسلاك الكهرباء الخاصة به وكثرة الصعوبات التي واجهت الإدارة في أداء أعمالها. بعد ما استنفذت طرف الغيار والأسمدة العام هذا ما زرعنا بدون أي نوع من الأسمدة، ما كانش عندنا أي سماد، فزرعنا حوالي 6 دوائر من الشعير ودائرة من القمح، وعندنا من 2014 مزروعات دوائر برسيم. المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بمئة ألف هكتار ومساحة مزروعة تقدر بثمانمائة وأربعين هكتار، مقسم إلى مزارع اكتفاء الذاتي من الخضروات المختلفة ومشروع زراعة أشجار النخيل ومشروع أشجار الزيتون. جينا هنا كان مشروع السفر يعني بعد الأحداث 2011 ما كان شيء في المشروع حقيقة الحال، لا ثروة حيوانية ولا آلات يشتغلن، فكان حتى وجودك أنت في الصحراء هنا ياهي يجي الإنسان بصراحة ما قدامه حتى ولا حاجة. بفضل سواعد الشباب صراحة كونوا المشروع وشغلوا الآلات والحمد لله هذه وضعيتنا كويسة لحد ما. وتخطط إدارة المشروع لافتتاح محطة أبقار متكاملة مع مصنع ألبان ومعصرة للزيتون، إضافة إلى فتح مشاريع حيوانية بجانب المشاريع الزراعية. الناس تتعدى على المعدات المشروع، سرقة وطبعا تخريب، اللي هن طبعا عندنا بعض من الآلات خارج الكامبو فلقيناهن طبعا باحثين بيهن ومكسرين طبعا مكسرين فيهن ومخربين فيهن طبعا الجزاز نتاعهن والحاجات هذين، ونعانوا طبعا المشكلة الثانية اللي هي مشكلة الأبار، اللي هي طبعا عندنا آلة واحدة اللي هي آلة طبعا الكرين هذا، وهذا هو اللي طبعا مسير المشروع. وطبعا في عندنا مشكلة أخرى بالنسبة للحصادات، عندنا طبعا اثنين طبعا واحدة عطلانة وفي واحدة طبعا إن شاء الله هي اللي تمشينا الموسم الحصاد. ويستمر أمل القائمين على المشروع في أن تقف هذه الخضرة المبهجة في وجه التصحر الذي لا يرحم.
تستعد مدينة بني وليد هذه الأيام لإقامة مهرجان بني وليد السياحي الرابع الذي ينظمه مكتب السياحة بالمدينة، وتتخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية والتراثية والألعاب وعروض الخيول ومعرضا للأكلات الشعبية وعروض الزي الشعبي. ويضم المهرجان 15 جناحا للعديد من الشركات السياحية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض القطاعات العامة بالمدينة. في اجتماع للجنة التحضيرية لمهرجان بني وليد السياحي الرابع اللي طبعا يضم عديد من النشاط في هذا المهرجان، عندنا العروض الروسية وعندنا معرض الصناعة التقليدية، مسابقات الزي الشعبي للأطفال، معرض الصور الفلاحية وتسيير الرحلات السياحية داخل مدينة بني وليد، معرض المأكولات الشعبية، عروض الألعاب الشعبية وملاهي الأطفال. طبعا المهرجان يتخلل العديد من الفقرات، مثلا عندنا مسابقة كبرى بمهرجان بريد السياحي اللي ترعاها مجموعة ألوان للقابضة، طبعا عندنا مسابقة زي العربي للأطفال، وعندنا عدة مسابقات فورية. فطبعا المهرجان حقيقة سيكون إن شاء الله بإذن الله في المستوى المطلوب. كاميرا 218 تجولت في مدينة غريان ورصدت لنا صناعة الفخار التي تعد من أقدم الحرف في الحياة وفي ليبيا على وجه الخصوص. نتابع. يعد الفخار من أقدم الصناعات التي عرفتها البشرية، وما زالت في ليبيا تحظى برواد ومحبين وصناع توارثوا هذه المهنة جيلا بعد آخر. من منطقة الجواسم في غريان يمتلك محفوظ محمد مصنعا للفخار يحضر الطين الذي يستخدمه في الصناعة من محجر أبو غلان بالقرب من المدينة، والذي يحتوي على أجود أنواع الطين في ليبيا، حيث المادة الخام فيه تتجاوز نسبة 70%، وأقيمت عليه مصانع مثل مصنع الخدف. طبعا الفتحة هدية يتم منها تغذية الطحونة هدية ب 2000 كيلو طين بودرة خام من الفتحة، هي بواسطة جرار تغذية الطحونة هي ب 2000 كيلو، وبعدين تتم الإضافة لها المية. هذا البير اللي يتم فيه تخليط الطين السائلة بعد ما يتم تصفيتها من الطواحين هذه بواسطة غربال وعلى عمق 3 متر طين، وتم تخليطها بواسطة آلة، وبعد ذلك يتم شفطه للخلق اللي هي الفل. يبدأ محفوظ بكبس الطين بيديه ثم تشكيلها كيفما يشاء، وهذه المهنة هي مصدر رزقه ومتعته وربما قدره، يعرف أسرارها وخباياها وتكونت لديه معها علاقة حميمية. يتم وضع الطين في الفورمة تحت الجبس، وبعد ذلك يتناولها الأسطى على البريسة ويضغط على البريسة، وبعد 20 ثانية تجهز القطعة، ثم بعد ذلك تجهز الأواني لعملية الطلاء، ويتم تشكيل الرسومات حسب الطلب أو رغبة الصانع لتكون جاهزة للبيع والتسويق. جينا احنا لمرحلة الرسم هناك، فهمتني؟ مرحلة الرسم طبعا فهمتني، الرسم مش حاجة، هو مثل حاجة واحدة انت وش انت تبي تشكل فيها، ظل عندك حاجات انت متعلمهم في دماغك، فهمتني؟ ممارسة. المصنع الذي يحتوي على جميع المنتجات الفخارية والتي تسمى البرادة والدرابيك والقصعة ومختلف الأنواع الأخرى، لا يكاد بيت ليبي يخلو منها، خصوصا أنها جميلة الشكل ومتنوعة، يتم تشكيلها على حسب الأكلة المخصصة، الأواني الكبيرة للبزين والمثرودة والعصيدة والكسكسي، والصغيرة للفتات والطبيخة، كما أواني الشوربة وأواني الفواكه، إضافة إلى الأشكال الأخرى التي تصلح لتأثيث البيت بالقطع المختلفة الأشكال والأحجام، وتتميز إلى جانب الجودة بسعرها المعقول الذي هو في متناول الجميع. فن النحت على الخشب يعتبر من المهن التي تتميز بها مدينة سكنة في مهرجان ملاقات الربيع. كلما اقترب منها كتب برائحتها أجمل القصائد. هكذا هي مهنة نحت الخشب بالنسبة لهذا الشيخ الذي جعل من شغفه هذا عملا للعائلة تتقوت منه وهوية يفتخر بها. ونوفر التحف هذه أو المنحوتات على الطلب، من يريد شيء نوفره له على طول يعني.
فصنعنا المنحتات هذه باعتبار الكاشيك والمغرفة والقدح والمهراس والصاع والكيل. هنا في سوكنة الماضي يعانق الحاضر ضمن مهرجان ملاقاة الربيع الذي يتخذ له شعارا هو أبلغ ما يحتاجه الليبيون، نتوافق لنتعايش. وبأصابعه يحرك هذا النحات تفاصيل الهوية الليبية في الخشب ليستيقظ كل ما في قلبه من أمل وحلم. لما شاركنا في معرض طرابلس الدولي اختاروا جتنا اللجنة وقالت لنا يعني مثلا بيش تحبوا تشاركوا بأغلى ما عندكم من المقتنيات اللي عندكم، يعني أغلى حاجة عندك تقدمها بيش في الهدايا يعني في الجائزة. فأنا تقدمت بالكلاشنكوف هذا، وحقيقة ما فادني شيء يعني، لأن كلاشن احنا منطقتنا منطقة حربية ومفتونة، كانت تكون هذه البندقية في المخازن ونحن عرضناها في المعارض. بل لو تقدمت للجائزة بقدح زي هذا، أنا أقول قدح، لو تقدمت به، لو تقدمنا به لحصلنا الترتيب الأول. ربما خسر شيخنا هذا جولة، لكنه يوقن أنه لن يخسر حربه مع كل من يحاول النيل من تراث وثقافة بلاده. بسمة الأطفال عنوان، حقيقة أدركتها المنظمة العالمية لكفالة اليتيم، فخصصت احتفالية بالطفل وكافله علها تعيد ما سرق من طفولتهم المسلوبة. لحظات من الفرح والسعادة وأجواء مليئة بالبهجة علها تنسيهم مرارة اليتم. قامت المنظمة العالمية لكفالة اليتيم احتفالية بمناسبة يومهم العالمي. ما يخطه القدر تعجز عن محوه الأصابع، وهكذا كان لهؤلاء الأطفال نصيب في مؤسسات الرعاية الاجتماعية آملين أن تعوضهم عما فقدوه. فمسؤولية العاملين في هذه المؤسسات كبيرة ورسالتهم إنسانية عظيمة. الاحتفالية هذه برعاية المنظمة وأعضاء المنظمة، والاحتفالية هذه طبعا تكريم مؤسسة على مستوى بنغازي كلها والمربيات ورؤساء الأقسام والطفلين المتميزين في المنظمة في دار الرعاية. في هذا اليوم نحتفل بعيد اليتيم. لقد أثرت المنظمة الليبية لكفالة اليتيم ثراء حسنا بما قدمت من احتفال رائع وجميل، وإن دل ذلك يدل على حسهم الاجتماعي وعلى تضامنهم من أجل خلق جو الفرح وجو السرور لأبناء مؤسسة رعاية اجتماعية وللعاملين بها. عطاء غير مشروط يحاول هؤلاء تقديمه لأطفال فقدوا استقرار العائلة والحياة الطبيعية. أقامت مدرسة النصر الثانوية بمدينة ريجدالين احتفالا لتكريم معلمات ذوي الاحتياجات الخاصة للتعليم الأساسي تقديرا لجهودهن والعمل الذي يقمن به تجاه هذه الفئة من الطلبة. وحضر الاحتفالية رئيس وحدة الفئات الخاصة بتعليم ريجدالين ورئيس مركز الأصدقاء لمتلازمة داون ورئيس مجلس إدارة جمعية سنابل الهداية الخيرية بريجدالين ومدير مدرسة التحرير ومكتب النشاط المدرسي والمهتمون بالعمل الإنساني، حيث أثنى المتحدثون في كلماتهم على هذا العطاء والجهد في ظل ضعف الإمكانيات الموجودة، داعين الجميع إلى ضرورة الاهتمام أكثر بهذه الشريحة. والآن هذه جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. نهاية النصرة، تذكير بأبرز العناوين. عقيلة صالح يطرح 4 نقاط للتوافق.
هجوم لداعش على حقل 47 وحرسوا المنشآت بالمرصاد. ومؤسسة النفط تتعهد بالعمل مع الحكومة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة الموقع القناة الإلكترونية 218 tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. في أمان الله.